يعاني الإنسان اليوم في هذه الكرة الأرضية من فراغ روحي، ويغير ثقافتها ودينها وعقيدتها ومظهرها ومخبرها، أي يجعل الصلاح فيهم مستمر في هذه الذرية بالكامل. فإن للطعام والشراب الحرام أثر، كما أن للطعام والشراب الحلال أثر. أن تكون الأسرة قدوة عملية لولدها في الجوانب الإيمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل هذا المجلس يا رب العالمين في موازين حسناتنا، وارفع به درجاتنا عندك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. يعاني الإنسان اليوم أيها الإخوة، يعاني الإنسان اليوم في هذه الكرة الأرضية من فراغ روحي وغربة حادة قادته إلى حيرة وضياع، والعيش في مرحلة التوافه وتغييب المصير. ولم يكن هذا الأمر وليد يوم وليلة، بل نتيجة مكر كبار على مستوى العالم الإسلامي، بدأته فرق إسلامية مسخت هذا الإنسان ونزعت منه بعض المواصفات أو بعض الأسس المهمة في حياة المسلم، وأتكلم وأقصد بها الأسس العقدية. ثم استمر بعد ذلك تشويه لصورة المسلم، بعد أن كانت فرقا إسلامية تتولى مسخ هذا الإنسان، إذا به يأتي بعد ذلك مرحلة أخرى من أخطر المراحل، وهي مرحلة الاستعمار، استعمار للعقول بفكر غربي أو بفكر المستعمر الذي يدخل تلك البلاد ويغير ثقافتها ودينها وعقيدتها ومظهرها ومخبرها. وكان أكثر ما يحرص عليه هو تغيير عقائد الناس. ولما ضعف هذا الأمر رأيناهم اليوم في شتى بقاع الأرض في إرساليات التنصير، من خلال إرساليات مدعومة بمليارات الدولارات، كله من أجل تغيير واقع المسلم من عقيدة صحيحة إلى عقيدة باطلة. ونتيجة لهذا الأمر أيها الإخوة، قاومت كثير من البلدان فنجحت، وقاومت أخرى لكنها لم تنجح وأخفقت وذابت بعضها. تأمل معي في بعض بلدان الإسلام مثل الجزائر، كيف كانت هناك حرب شديدة على الجزائر في محاولة مسخهم من المستعمر الفرنسي، ثم بعد ذلك كانت هناك مقاومة وإن كانت ليست ظاهرة في أول أمرها، ثم بعد ذلك بعد أن جاء الشيخ عبد الحميد بن باديس تغيرت الأمور، ولكن كان في داخل البيوت أمهات وآباء يغرسن العقيدة الصحيحة ويعلمنا القرآن الكريم، حتى أصبحت هذه العقيدة جزءا أساسيا تحطمت عليه كل مؤامرات العدو المستعمر لذلك البلد، ولهذا خرج من ذلك البلد صاغرا. واليوم تتكرر هذه الصورة ولكنها بصورة أخرى والأسف، وهو هجرة الناس إلى بلاد الغرب. فانظر إلى الأجيال التي هاجرت من المغرب العربي أو هاجرت من غيرها من البلدان التي تعرضت لنوع من الأذى في أنفسها أو حرب على الإسلام أو غيرها، انظر إليها لما انتقلت إلى بلاد الغرب، سواء إلى أوروبا أو أمريكا أو كندا أو غيرها، كيف مسخت تلك الأجيال حتى أصبحت ترى كبير السن الذي كان هو أول المهاجرين لا يزال فيه بقايا من الإسلام، حرص على الصلاة، نوع من المظهر، مسبحة في يده في ذلك البلد. لكنك انظر للجيل الثاني، انظر للجيل الثالث، لا يعرف لغته الأم ولا يحسن معرفة أبجديات العقيدة، ناهيك عن المظهر، فإنه قد مسخ بالكلية حتى تراه لا تستطيع أن تفرق بينه وبين البلد، بين أبناء البلد الأصليين الذين يعيشون فيه. والسبب هو عدم غرس العقيدة من الطفولة، عدم إشعاره بأهمية وعظمة هذا الدين الذي ينتمي إليه. بل أيها الأحبة، إذا تركنا أولئك المهاجرين ورجعنا إلى بلاد المسلمين، هناك انحراف خطير في الجانب العقدي، هناك عودة إلى الوثنية، هناك تقديس للقبور والأولياء، وهذا واقع. ونحن اليوم لا يكاد الإنسان يخطئ أن يعد ليس 10 أو 20 أو 30، بل يصل إلى أكثر
من القبور التي تعبد من دون الله تعالى، وتعمل ولائم وحفلات في مناسبات معينة، إما ولادة ذلك الرجل أو وفاته، والعدد في ازدياد. فكلما مات عالم في بعض البلدان وجعلوا له قبرا، ثم بدأ الناس بعد ذلك في ممارسة كثير من العبادات والأسف الشديد. بل الأمر أعظم من هذا أيها الإخوة، فليست عندما نتحدث عن العقيدة ليس القضية هي مسألة قبور أو شرك في توحيد الألوهية، لا، هذا جانب عظيم ومهم، ولكن إن الذي يقع في المعاصي لديه ضعف أيضا في الجانب العقدي، لأنه كلما عظم الله في قلب العبد كلما امتنع عن التجرؤ عن الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما تطل بعينيك على هذا العالم الإسلامي تجد تساهلا كبيرا في كبائر الإثم والموبقات والفواحش، انتشار لروايات كفرية، فقد لكثير من القيم والأخلاق، تربية أجيال مسخت من الشرع إلا من رحم الله، أصبح الفن وهو الذي نوع من فيه من الكبائر والإثم الله به عليم، تصرف عليه أموال كثيرة، بل تقام له المهرجانات وتوضع له الأوسمة، وهو كله فسق وبعد عن شرع الله تعالى. بل أعظم من هذا أيها الإخوة، من إحدى مظاهر ضعف العقيدة عند المسلمين هو ضعف ولاء بعضهم لبعض. ومن المفارقات العجيبة أنه تقام مهرجان، تقام مؤتمرات ضخمة في محاولة ماذا؟ في محاولة تلميع الكافر وجعل صورة المسلم إليه صورة ناعمة جدا، بل إن شئت قل ضعيفة من ناحية البراء من ذلك الكافر. فتجد أنه مؤتمرات كبيرة تقام من أجل أن ينظر المسلم إلى ذلك الكافر بأنه يمكن التعامل، يمكن النزول معه، يمكن، وهذا هناك أشياء كثيرة تدل عليه، ولكنها تصل أحيانا إلى مراحل أن يتنازل الإنسان عن جزء كبير من دينه من أجل أن يرضي ذلك العدو الكافر. والكافر لا يرضى بشيء، كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يتوقفوا أبدا. وفي الجهة الأخرى أنه ضعف الولاء بين المؤمنين، فانظر إلى ما يصيب المسلمون في أماكن كثيرة من المصائب والفتن وغيرها، أي ولاء تجده في قلب المسلم الذي يحترق من أجل نفع إخوانه، من أجل بذل ولو شيء يسير من ماله لأولئك الناس. لقد أصبح الإنسان يستخير ويستشير ويقدم رجلا على أخرى من أجل أن يدفع 5 ريالات أو 10 ريالات لبلد مسلم منكوب. فهل هذا هو الدين؟ هل هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة للمروزي حينما قال من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ والسفاريني قال في كتابه غذاء الألباب كل حديث جاء فليس منهم فإن الفعل كبير من كبائر الذنوب، وأيًا كان حكمه إلا أن فيه خذلان للمسلم، والنصوص تدل على حرمة مثل هذا الأمر ولا يخذله. لكن لما تضعف العقيدة تنقطع الأواصر التي تجمع بينك وبين المسلم في سريلانكا، في الهند، في باكستان، في جزر المالديف، في أندونيسيا، في أي مكان من بقاع الأرض، وتصبح بعد ذلك ولاءات للأسف الشديد لأشياء ضعيفة وهزيلة لا يمكن أن تجمع الناس. كان لحن الحياة فينا أذانا يتغنى به الأباة الصيد، يملؤون الوجود برا ونورا حين يصحو على الأذان الوجود. وإذا اللحن صيحة من رقيع، وإذا الترس في المجامع عود. كان أمس الأباة مشرق مجد، وإذا اليوم في حمان اليهود. وأذل العدو منا جباها وتلاشى من راحتينا الحديد. ذل من يزعم الهزيمة نصرا، تتهاوى من راحتيه البنود. لقد سموا الأشياء اليوم بغير اسمها، ومن ثم ضعفت كثير من أمور العقيدة في نفوس الناس بسبب هذه التسميات والتمييع لها وللأسف الشديد. لماذا نطرح هذا الموضوع أيها الإخوة؟ إننا نطرحه لنقوم بدور من واجبنا كآباء، كمربين، كأمهات. فالله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه النار إنما توقى بصحة العقيدة، بسلامة منهج الإنسان، بقربه من الله تعالى. أن هذا هو منهج الأنبياء، أي تعليم الناس العقيدة للناس،
هو منهجهم ونحن مأمورون باتباعه. انظر إلى نوح وهو ينادي ابنه، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء في حال يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله وإله آبائك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء كثير في اعتنائه بهذا الأمر، كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى في أثناء حديثنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمور أيها الإخوة تجعلنا نطرح هذا الموضوع، أن المخالفين لأهل الإسلام وأهل السنة خصوصا يهتمون بغرس العقائد في قلوب أطفالهم. انظر إلى اليهود، يقول ابن القيم رحمه الله: وكثيرا ما يسمون اليهود أولادهم بعمانويل، يعني إلهنا معنا. والرافضة يعلمون أولادهم بغض الصحابة، حتى أنهم يخفون اللعب واللعبة، يخفون اللعبة، فإذا طلبها الصبي قال أخذها بكير، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أخذها بكير. والطفل اليهودي يخرج من بيته الآن في إسرائيل الموجودة اليوم وشنطته على ظهره ويقول تلك العبارة: حطوا المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. وهو طفل لا يزال صغير يهودي، بينما لو قالها شاب مسلم على إسرائيل لقامت الدنيا ولم تقعد، ولجعلوها على صفحات الجرائد والمجلات وفي القنوات الفضائية، وأصبح هذا جرما حلال على بلابله، الدوح غريب على الطير من كل جنسي. بل أيها الإخوة، لأن أطفالنا اليوم هم عماد مستقبلنا غدا، فإذا استطعنا أن نبني فيهم بناء صحيحا وأن نعظم الله في نفوسهم وأن نعرفهم قدر ربهم جل وعلا، فإننا سنضمن بإذن الله وتوفيقه مستقبلا مشرقا لهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه. نطرح هذا الموضوع أحبة الكرام للإجابة على تساؤلات، على كثير من التساؤلات الحائرة في هذا الأمر. فإن نجد الأب يقول: كيف أبدأ تعليم الصغار دينهم؟ ما الحد الذي أقف عنده في كل مرحلة عمرية؟ ما مقدار المعلومات التي يستطيعها الطفل بدون أي إشكالات لديه؟ كيف نبني خشية الله ومراقبته في نفوس الأطفال والشباب؟ كيف نغرس محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله في قلوب أولادنا؟ كيف نجيب على الأسئلة المشكلة عند الصغار؟ فإنه ثمة أسئلة مشكلة جدا: كيف، أين الله، كيف شكله، هل يسمع، كيف يسمع؟ أسئلة كثيرة تمر بالمراحل العمرية وهي تأتي وموجودة ورصدت مثل هذه الأشياء، ولهذا نحن سنجاوب عليه إن شاء الله في هذا اللقاء، وفي لقاء آخر سيكون الأسئلة المحرجة وكيفية الإجابة عليها، سواء في الناحية العقدية أو الجنسية أو غيرها من الأسئلة التي تمر على الآباء. استغلال الأعداء، تقصير بعضنا وغفلتهم، وتسخير طاقتهم لتدمير هذا النشء من خلال الإعلام الاحترافي الموجه للطفل، ألعاب كمبيوتر، ألعاب إلكترونية، مواقع انترنت، مدارس أجنبية، وقصص والت ديزني وغيرها من الأشياء، هي في الحقيقة هي ذات مغزى. وليس القضية هي اجتماع مجموعة وتأليف قصص، لا، القضية أكبر من هذا. وقد ذكرت لكم في لقاء سابق كتاب جوزيف ناي الذي هو بعنوان الحرب الناعمة، وهو يقول بكل صراحة أننا نستطيع أن نغزو أطفال المسلمين وأن ندمر عقائدهم من خلال سلاحف النينجا وبوكيمون وغيرها من الألعاب التي تدخل إلى بلاد المسلمين، تدخل بلا فلترة، تصلح لبلاد كافرة، إما بوذية أو هندوسية أو سيخية أو نصرانية، تصلح لهم لكن تصلح لأطفالنا؟ لا، وألف لا. ولذا من الواجب أننا نحرص على أولادنا أمام هذه القضايا، وينبغي أن ننبه هؤلاء التجار أن يتقوا الله في أولادنا، فإنهم يأثمون بإدخال كل سيدي فيه من الأشياء التي تدمر أولادنا، سواء في جانب العقيدة أو في الجنس أو في غيره، والله يأثمون، وسيلاقون جزاءهم يوم القيامة على أنهم معول هدم من أجل الحصول على المال في تدمير أولادنا وشبابنا بهذه الألعاب الإلكترونية الموجودة الآن في أماكن منوعة في أسواقنا وشوارعنا. أيضا الشعور بالسكينة والطمأنينة والبعد عن القلق والخرافة. اسأل أي إنسان الآن شاب في
في بلد مسلم واسأل في نفس العمر في بلد آخر. انظر